أحسن الله إليكم. نأخذ اتصال الأخ عبد الرحمن، تفضل أخي عبد الرحمن. ألو، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. بغيت أسأل عندي ثلاثة أسئلة. تفضل. السؤال الأول عن الذي يبلغ، الذي يكون عنده علم ما يكون عنده يعني دين، فرضا عنده دين لكن فيه الكذب وفيه النفاق وفيه، هل هو أهل الفتوى إذا كان عنده علم ما عنده دين؟ طيب إذا جاوب الشيخ لحظة، تفضل يا شيخ. اشترطوا في الذي يسأل ويفتي أن يتوفر فيه شرطان، الشرط الأول العلم بما يفتي به بدليله من الكتاب والسنة، الشرط الثاني أن يكون تقيا يتقي الله سبحانه وتعالى ويتحرى الدليل ولا يتبع يعني شهوة المستفتي ويفتيه بما يرغب، وإنما يفتي بما يقتضيه الدليل وتبرأ به ذمة المستفتي وذمة المفتي. نعم.